وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة. محمود، بعد التحية، اطلعنا لديك على الأجواء من مدينة العالمين الجديدة الآن وأيضا الفعاليات الرياضية والترفيهية. نعم، أهلا بكم دينا وميرنا وبكل السادة المشاهدين. نرحب بكم في تغطية جديدة من مدينة العالمين الجديدة. نتابع معكم فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. في الحقيقة يعني الأجواء المبهجة لازالت هي المسيطرة الآن على مدينة العالمين الجديدة، خاصة منذ مساء أمس في الفعاليات الفنية والرياضية التي كانت موجودة. وسأتحدث معكم بداية عن الأجواء الفنية والصحة الفنية الجميلة التي كانت مساء أمس بحضور المايسترو أمين بوتشار المغربي. في الفترة الأخيرة يعني انتشر فيديو يعني على مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير وهي تغني أغنية جانا الهوى جانا للعندليب عبد الحليم حافظ مع الفرقة الموسيقية والموسيقى التي عزفتها هذه الفرقة. فبالتالي هذا الانتشار الواسع يعني استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقدم للجماهير هذه الفرقة في زيارة هي الأولى في مصر لهذه الفرقة ولهذا المايسترو. قدموا مجموعة من الأغاني التي تعتمد على إلقاء الجمهور وعلى غناء الجمهور، وكانت هناك يعني حالة تفاعلية كبيرة من الجمهور بفئاته المختلفة. رأينا بالأمس الأطفال، العائلات، الشباب، الكبار، الكل كان في حالة انبساط وفرحة مع هذه الفرقة التي قدمت مجموعة من الأغاني التي قام الجمهور بغنائها مع المايسترو. فكانت هناك يعني توليفة جميلة من الأغاني مع هذه الفرقة. هذا بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية التي كانت موجودة وأيضا التنوع في الفعاليات الرياضية، وأتحدث تحديدا عن رالي الموتور سبورت في العالمين الجديدة وفي هذا المهرجان، لأنه كان عبارة عن 6 أنواع من سباق السيارات المختلفة. فبالتالي كان هناك عدد مختلف ومتنوع من السيارات الموجودة بالأمس، والمشاركين في هذا السباق عبروا عن يعني مدى أهمية وجود هذا السباق وهو الأول من نوعه في مصر، وأيضا الإشادة بالجهود المبذولة في المهرجان وأن تستضيف مدينة العالمين الجديدة هذا المهرجان أو هذا السباق في فعاليات المهرجان. وأيضا عبروا عن مدى استعدادهم لاستكمال هذه الفعاليات. اليوم ستستكمل بهذه الفعاليات الخاصة ببطولة الرالي موتور سبورت، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي كانت موجودة. نتحدث عن مسرح الشارع الذي لا زال يقدم كل الفعاليات المختلفة للجمهور على الممشى السياحي. بالأمس كان هناك فرقة مسرح السقية للعرائس التي قدمت أغاني متنوعة للست أم كلثوم. وأيضا الممشى السياحي كان هناك عدد من الفرق التراثية الخاصة بفقرات الفنون الشعبية وأيضا التنورة. فكان هناك حالة مبهجة في الممشى السياحي. ستستكمل هذه الفعاليات اليوم بأيضا استمرار هذه الفرق التراثية في تقديم كل الاحتفالات والفعاليات المختلفة على الممشى السياحي. نعم. بالإضافة إلى أنه سيكون اليوم هو اليوم الأخير لفعالية الرالي موتور سبورت والسباق السيارات المختلفة في العالمين الجديدة. بالإضافة إلى أن هذا الأسبوع سيكون هناك أيضا عدد كبير من الحفلات الفنية، وأهم هذه الأحداث بالطبع هي مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى بطولة التجديف وبطولة كرة الطائرة الشاطئية التي ينتظرها عشاق كرة الطائرة خاصة على الشاطئ وشاطئ البحر المتوسط ووسط الأبراج الخاصة بمدينة العالمين الجديدة. شكرا محمود جميل، مراسل التلفزيون المصرية.